شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في اجتماع أوبك وأوبك بلس، والذي عقد افتراضيا بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الطاقة والنفط من الدول الأعضاء، بهدف مناقشة سياسة إنتاج النفط المتفق عليها والتباحث حول إمكانية التحكم في الإنتاج، بالإضافة إلى المواضيع الهامة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والمهم. وأشار سعادة الوزير إلى أهمية هذه الاجتماعات التي تسهم بشكل إيجابي في مناقشة موضوع التحكم في مستويات الإنتاج الحالية، وذلك لدعم استقرار الأسواق وسط ما يمر به العالم من تحديات وصعوبات جيوسياسية واقتصادية. أكد سعادته دعم استمرار التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة والعمل معا في الحفاظ على استقرار سوق النفط واستدامته، بما يحقق المنفعة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، بما يخدم الاقتصاد العالمي بشكل عام.